يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وردة كالدهان فبأي آلاء
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ. فَبِأَيِّ آلَاءِ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فيهن قط
صراط الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأن